نتجه صوب أبيجان الإيفوارية، أين يتواجد كريم بالعربي مفاد قناة الجزائر الدولية. أهلا بك كريم، كنت حاضر في الندوة الصحفية للمنتخبين، ما أبرز ما جاء في هذه الندوة الصحفية؟ اهلا بك خديجه وبعزدين دوخه بكل مشاهدي قناه الجزائر الدوليه. فعلا انتهى قبل قليل المؤتمر الصحفي للمنتخبين النيجيري والكاميروني قبل مواجهه الغد التي ستجمع المنتخبين على ملعب فيليكس بواني هنا بابيجان. اذا البدايه كانت بالمنتخب النيجيري الذي كان المدرب خوسي بيزيرو مرفوقا بسايمون موزاس. المدرب النيجيري تحدث كثيرا عن هذه المواجهة وأكد مرة أخرى أنه هنا في أبيجان من أجل الذهاب بعيدا والوصول إلى النهائي على الأقل، قالها في الندوة الصحفية الأولى له في أبيجان، واليوم يعيدها قبل مواجهة ثمن النهائي أمام المنتخب الكاميروني. هذا المنتخب الذي وصل إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه في المباراة الأخيرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يلعب أمام المنتخب النيجيري مباراة قوية، كلاسيكو غرب إفريقيا، مباراة تعد بالكثير، خاصة أنه لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، خاصة كما قلت نظرا للعديد من المفاجآت. وما دمنا نتحدث عن المفاجآت، المدرب بيزيرو مدرب المنتخب النيجيري تحدث عن هذا الأمر، قال أن هذا الأمر وهذه المفاجآت التي حدثت في كرة النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا هي متعة هذه النسخة، وأكد أنه حريص جدا على الفوز بهذه المباراة وتفادي المفاجأة. على الورق نقولها بكل صراحة، المنتخب النيجيري يملك أفضلية كبيرة على المنتخب الكاميروني. المنتخب النيجيري فاز بمباراتين، فاز على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإيفواري في الجولة الثانية، صعد بسبع نقاط، بينما المنتخب الكاميروني كما سبق ذكره تأهل في الجولة الأخيرة. إذن هي مباراة ستعد بالكثير وكلاسيكو ينتظر منه الكثير. كريم العربي مفاد قناة الجزائر الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.